السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الدرس الثاني من دروس الويل كنترول إيكوبمنت. وفي حديثنا النهاردة هنتكلم عن حاجة غاية الأهمية، وهي ما تعرف بيه أنيولار بريفنتور أو أنيولار بي أو بي. إيه أهمية استخدامك للأنيولار بي أو بي؟ خلينا نقول إن الأنيولار بي أو بي ده بيستخدم تقريبا أولموست كده في كل حاجة. هو الباك اب بتاعك، هو السكند بارير. يعني على سبيل المثال، لو افترضنا جدلا ان انت معاك البي او بي مثلا بيتكون من رامه وبلايند شير مثلا وبي او بي مثلا على سبيل المثال، اذا خط الدفاع الاول بتاعك هو فين؟ هو الرامه، خلاص. طب لا قدر الله لو باظت، يبقى انت عندك الباك اب مين؟ الانيولر. طيب ايه بقى ميزه الانيولر؟ الانيولر ده بيقفل على اي سايز، على اي حجم، خلاص، بيقفل على ايه؟ على اي حجم. وبالتالي ده بيديك ميزه، انما الرامه مثلا بتقفل ايه؟ على سايز واحد، خلاص. فبيديك ميزه بقى في الانيولر ان انت تقدر تقفل على كذا سايز. فعلى سبيل المثال، مثلا لو انت حتى نازل بستنجر مثلا بتاع اسمنت ولا حاجه، في عندك مثلا 2.7 في 3.5، هل انت مضطر ان انت تمسح، ان انت ربي اسف، ان انت تغير الرامه علشان مثلا 30 40 ماسوره؟ فبتقول لا والله، انا اكتفي بالانولر اللي هو موجود، لانه يقدر يقفل على الاثنين سايز، وكده كده الرام هتقفل على السايز بتاع الثلاثة ونص. يعني طبعا بشكل عام يعني في الامور دي. طيب برضو في نقطه مهمه قوي في الورك اوفر، برضو بيستخدم في حاجه. لو انت مثلا على سبيل المثال رانين هول او بول اوت اوف هول باي اس بي، الاي اس بي حضرتك بيبقى لها كابل، خلاص، بيبقى ليها كابل. فالكابل ده بيبقى موجود حوالين الماسوره. لو انت جيت تقفل الرامه، اولا هي مش هتقفل، او طبعا اولا الكابل هيندعك، يعني الكابل هيتقطع، ثانيا مش هتبقى محكمه القفل. انما الانيولر لا، بيشكل نفسه وبالتالي بيقدر يقفل على الكابل بالماسوره، وبالتالي بسهوله جدا ان احنا نقدر نرن الجوب في ان كيس لو حصل اي حاجه. طيب ايه كمان بقى عندك فيه وهو شغال الانيولر ده؟ فيه رينج واسع جدا من البريشر، الريجوليتر بتاعه بيمكنك ان البريشر اللي يستخدم يبقى اقل، يبقى من اول 500 لحد 1500. طيب ده معناته ايه؟ معناته ان هو طالما 500 مثلا، على سبيل المثال انا دلوقتي هنزل كيسنج، وليكن كنت بحفر بمواسير 5 انش، وهنزل كيسنج مثلا وليكن على سبيل المثال 13 مثلا 3 8 ولا 9 5 8 او اي حاجه من الكلام. فمعنى كده ايه؟ ان انا عندي الانيولر ده يقدر يقفل على السايز الكبير ده، بس انا لو حطيت البريشر بتاعي على 1500 هيطبق المواسير، لا قدر الله حصل حاجه وجيت اقفل عليه هيطبق المواسير. فبعمل ايه بقى هنا في موضوع الانيولر؟ ليه رينج واسع ان انا اتحرك فيه، وبالتالي بخليه بقلل الريجوليتور بتاعه شويه، بحيث ان انا لما يبقى فيه البريشر اللي بيقفل اللي بيقفل الاكشويتنج بس نوعا، وبالتالي الباكنج بتاعه لما يجي يقفل يبقى اقل ما يمكن، بحيث ان هو ما يطبقش او ما يعملش كولابس في المواسير، وفي نفس الوقت يقفل ايه على الماسوره كويس. طب كمان في يقول لك ايه؟ لا قدر الله لو انت طلعت اوف بوتوم وخدت كيك او حصل كيك او اي حاجه، يقول لك هنعمل ستريبنج. الستريبنج دايما عندنا بيتم بحاجه من اتنين، يا اما رامتين اتنين، يعني اتنين رامه بس فيكسد رامز، يا اما عن طريق انيولار بريفنتور او انيولار بي او بي. اذا الانيولار بي او بي ده حاجه كده لا غنى عنها خالص في اي تكوين للبي او بي، وهو يعني حاجه من اساسيات الويل كنترول ايكوبمنت. طيب تعالوا بقى نبص مع بعض هو بيتكون من ايه؟ اي انيولر بشكل عام. طيب بص ركز معايا في الحته دي. ادي عندك هنا من تحت اهو، دي الفلانشه اللي بيبقى راكب بيها فوق البي او بي اللي هو الرام، خلاص؟ برده من ضمن الملحوظات اللي خدناها من الاي بي اي، يقول لك ايه؟ ان الانيولر بي او بي ممكن الريتنج بريشر بتاعه يكون 50% من الريتنج بتاع الرام او الرام بي او بي، خلاص؟ وبالتالي انت مثلا تلاقي الرام بتاعتك 5 كي وتلاقي مثلا الانيولر 3 كي، او 10 كي وتلاقي 5 كي، وهكذا. 5 كي يعني 5000، اوكي؟ كي يعني رمز ال1000 يعني، اوكي. طيب ده اول حاجه خالص، ادي الفلانش اهي، واخد بالك اللي موجوده تحت، ده البادي بتاعه من بره، واخد بالك انت؟ طيب ومن فوق من هنا في الرينج جروف، عشان لو هتحطه فوق ايه بقى، شوتنج نبل، او هتحطه فوق ايه بيل نبل، او وات ايفر اللي هتحطه فوق ايه يعني. طيب تعالى بقى نشوف بقى جسمه من جوه عامل ازاي. اما تيجي تبص الجسم من جوه هتلاقي ده البادي اهو، في عندك من جوه هنا حاجه اسمها ايه؟ اكشويتنج بيستون. ده البيستون بتاعه اهو، بيستون اهو زي ما انت شايف اهو،
بيبقى البيستون ده زي ما انت شايف عامل ازاي، واخد شكل المخروط كده اهو، عامل زي المثلث خلاص، او بالمنظر ده من هنا كده برضو عامل زي المثلث خلاص. فعندك فينا بورت موجود تحت اهو حضرتك، البورت تحت ده بنسميها الكلوزنج بورت. كلوزنج بورت ليه؟ لان حضرتك لما يبقى فيه طبعا بيبقى موصلين، لما نيجي نعمل ريج اب للبي او بي بنوصل البورت ده اهو بخرطوم، بيبقى واصل على الكوم يونت، والبورت الثاني اللي فوق ده برضو بخرطوم ثاني واصل على البلف الاوبن في بلف الاوبن في الكوم يونت خلاص. يبقى اللي تحت ده بلف الكلوز او في وضع الكلوز، وده في وضع الاوبن خلاص. ليه بقى؟ اول ما باجي اقفل الثري واي الفور واي ثري بوزيشن فالف ده، اول ما باجي اقفله ايه اللي بيحصل؟ انا بضخ بريشر ناو، او في بريشر بيجي لي ناو بالزيت الهيدروليكي، بينضخ هنا في الحته ديت، فبيجي الضاغط على البيستون ده اهو فبيرفعه لفوق. البيستون ده اول ما يترفع لفوق طبعا في وجود، خد بالك البيستون ده لما يترفع لفوق كده فالمساحه ده اهي بتبدا ايه طالعه فوق، بتزيد بتزيد بتزيد، فبالتالي بتضغط على الباكينج اليمنت او الرابر اليمنت يعني بشكل عام، بتضغط عليه وبالتالي بتخليه يضغط على الدريل سترينج اللي موجود جواه، سواء اذا كانت ماسوره او اذا كان يعني ماسوره ايا كان بقى السايز بتاعها او غيره. وبالتالي حضرتك شايف انت كمان البيستون ده واخد وايد رينج، يعني قصدي مسافه طويله، وفي نفس الوقت الاريا بتاعته ما هي ثابته، وبالتالي يقدر بقى من خلالها يقفل على اي سايز. لو احنا مثلا كان السايز كبير يبقى تلاقيه في الحته اللي فوق ده بس، سايز اصغر شويه يبقى هيطلع اكتر شويه، وهكذا اكتر شويه وهكذا 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 خلاص. فدي حاجه مهمه. يبقى ده البيستون بتاعك اهو، الكلوزنج تشامبر اللي موجوده تحت ده، دي بنسميها المنطقه اللي تحت دي بنسميها الكلوزنج تشامبر، الحته دي اسمها كلوزنج تشامبر، ودي اوبننج تشامبر خلاص. وده سيلات، ده عباره عن اثنين سيل، يعني ده الاكشويتنج بيستون ده بيبقى فيه سيلات عشان تمنع الليك اللي يحصل في اي في الزيت الهيدروليكي في حال ما انت بتفتح او تقفل خلاص. لان طبعا حتى لو انت بتفتح فانت برضو بتضخ زيت في الحته ده اهي عشان يفتحه لك، هي نفس الوضع خلاص اذا كان هنا او اذا كان هنا. طيب البريشر بقى اللي انت بتضخه او الانيولر بتاعك ده بيبقى البريشر اللي بيجي له بيبقى كام؟ قلنا عندك الريجوليتور بتاعه بنظبطه معاك من 500 لحد 1500، ليه؟ عشان يتلائم مع كل السايزز اللي انت بتقفل عليها، وايضا عشان يتلائم مع انه ما يحصلهاش كولابس في المواسير او الكيسنج او غيره. خلاص يبقى دي اسمها اللي فوق دي اسمها اوبننج تشامبر او غرفه الفتح، واللي تحت دي اسمها الكلوزنج تشامبر. طيب حضرتك دلوقتي لما بتقفل فالبيستون ده بيطلع لفوق، البيستون ده بيطلع لاعلى كده وبالتالي بيقفل لك الباكنج ماشي كده. طيب دلوقتي برضو لما بتفتح نفس الكلام من فوق بيجي ضغط من هنا فبالتالي بيأثر على الاريا ده فبينزله لك لتحت خلاص كده، ده الميكانيزم بتاع الشغل بتاعه. طيب حاجه مهمه قوي بقى في الانيولر بقى، من الحاجات المهمه قوي ان هو بيقول لك ايه، ان هو الانيولر ده عباره ان هو حاجه اسمها ويلبور اسيست. يعني ايه ويلبور اسيست؟ زي ما انت شايف كده البيستون من تحت كده في حته كده اهو، حته بارزه حته نتوق كده، واخد بالك النتوق ده هنا او هنا بالعربي، يعني الاريا اللي موجوده تحت ده حضرتك وانس ان في بريشر، فلنفترض ان في بريشر في البير جامد واحنا بسرعه جرينا وقفلنا ضغطنا هنا فدي طلعت لفوق وقفلت، الحته اللي تحت دايما في طبعا في ضغط في البير، ضغط البير بيساعد اكتر الحته دي انها تبقى ضغطه بزياده على الرابر اللي موجود فوق، وبالتالي بتعمل مزيد من الاغلاق والاحكام حوالين السايز. خلاص يبقى دي حته الايه الويل بور اسيست، زي ما قلنا ان هو الجزء اللي تحت ده اهو بيبقى ضغط البير مساعد معاك ان هو يضغط على البيستون ده، وبالتالي بيسبب ان الرابر ده لمزيد من الضغط او ان هو يتعصر بزياده على الدريل سترنج اللي موجود، وبالتالي يحكم القفل وبالتالي ما يحصلش تسريب ويبقى تمام. دي ميزه مهمه جدا في النوع ده ان احنا بنقول ان هو ويل بور اسيست. طيب ده الميكانيزم اتكلمنا عليه باختصار شديد، طبعا ده شكل تاني ليه بس هو نفس الكلام بالظبط تكاد تكون هي، ده الكلوزنج بورت، ده الاوبننج بورت، دي اسمها الاوبننج تشامبر، اللي موجوده تحت دي اسمها الكلوزنج تشامبر، وانس ان انت قفلت ده اسمه اكشويتنج بيستون او كلوزنج بيستون اللي هو البيستون اللي بيطلع فوق وينزل، ده سيلات علشان تمنع الليك بتاعك خلاص. ده بشكل عام الانيولر بي او بي.
تمام. ده برضو نوع تاني اسمه كاميرون دي انيولار. يعني طبعا ده انواع كتير، في عندك بقى انواع الانيولار هنتكلم عليها كمان شويه اللي احنا مختصين بهم كاي بي اي يعني. فبنقول عندك اهو it uses variable range of operating pressure من 600 لحد 1500 بي اس اي. قلنا ان ده بيسمح لك انت تقفل على سايزز مختلفه او احجام مختلفه وليس اشكال مختلفه. خد بالك من نقطه سايزز قوي. طيب بنقول ان هو كويك شات ان، يعني بيقفل بسرعه. ليه؟ لحضرتك لو كان السايز بتاعك او الدايمتر 18 3 ارباع، يعني اقل من 18 3 ارباع، بيكون 30 ثانيه الريسبونس تايم بتاعك عباره عن 30 ثانيه. 30 ثانيه اوكي. انما لو كان الدايمتر اكبر من 18 3 ارباع فبيبقى حوالي 45 ثانيه. بنقول ان هو it can close on any size، يقدر يقفل على اي سايز، على اي حجم. يعني مثلا مواسير 2 3 8 2 7 8 2 3 ونص 5 انش، كل ده يقدر يقفل عليه. وطيب اوكي اني سايز اور تايب اوف دريل باي. انما ما يقدرش، ما بيقفلش على شيبس. يعني مثلا ما ينفعش تقول لي على ستابلايزر، لا مش هيقفل. ما ينفعش تقول لي اقفل على الدقاق مثلا، مش هينفع. واخد بالك؟ يبقى it can't close on the shapes like bits or stabilizers. بنقول برضو ان هو it can close on itself، يقدر يقفل على نفسه. عشان كده لا قدر الله لو طلعت من البير ومثلا خلاص حصل كيك ولا حاجه وما كانش مثلا الشير رام معاك او فيها مشكله او غيره او كده، فانت تقدر تقفله على نفسه، يقدر يقفل على نفسه ويهولد او يهولد والله. لكن بقى مشكله ان هو بعد كده بيتدمر، يعني بيحصل له كراكس جواه وبيتدمر. فطبعا ما بننصحش ان احنا يقفل على نفسه يعني. خلاص؟ ده الانواع بقى اللي احنا بنتكلم عليها. حاجه اسمها هايدرل جي ال، حاجه اسمها هايدرل جي اكس، في الشفر سفيريكال، وفي الكاميرون. طبعا دي الانواع المختلفه للانيولار بي او بي يعني. ده الانواع المختلفه اللي احنا هنتعامل معاها ان شاء الله. طيب خد بالك زي ما قلنا اهو، الانيولار هيدروليك ريجوليتور اللي قلنا عليه ده بيسمح لك it is used to avoid collapsing the casing during closure. احنا بنقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ لان هو بيبقى سايزز فاريبل رينج اوف بريشر، فبالتالي بيسمح لك ان انت تقفل على سايزز مختلف. طيب الانيلر بريفنتور باكينج اليمنت، ايه هو بقى الرابر بتاعه ده او الباكينج اليمنت؟ ايه الانواع اللي احنا بنستخدمها؟ فبنقول اهو في سؤال مهم قوي بيقول لك ايه؟ that choice of any type depends على ايه؟ يعني الاختيار بتاع الباكينج اليمنت نوعه بيعتمد على ايه؟ هيعتمد على حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه اللي هي دريلنج فلويد، سواء اذا كانت ووتر بيز ولا اويل بيز. الحاجه الثانيه التمبريتشر بتاع الدريلنج فلويد، لان طبعا هو بيبقى رابر، فالرابر ده ممكن لو هو مش معالج ان هو يحفر اويل بيز، فالاويل بيز طبعا بتبقى هيدرو كربونز وبالتالي ممكن تسبب فيه كراكس او تبوظه. التمبريتشر برده لو عاليه ممكن ما يستحملش الحراره دي ويبوظ منك. يبقى دول التو فاكتورز اللي بيأثروا عندي لما اجي اصمم او اختار نوع الباكينج اليمنت بالنسبه للانيولار بيوي. بنقول هنا بقى عندك اهو انواعهم ايه، الانواع اللي عندك. اول نوع خالص اهو اللي احنا بنقول عليه الناتشرال او ناتشرال او ناتشرال رابر، ده بيستخدم حضرتك مع الووتر بيز مد في النورمال كونديشنز، اللي هي الحراره بتاعتك من سالب 30 درجه فهرنهايت لحد 225 درجه فهرنهايت، ولونه بيبقى بلاك يعني اسود. النوع الثاني اللي بنسميه النيترال اللي هو زي ده حضرتك كده بالظبط، ده بيستخدم مع الاويل بيز انفايرمنت، بيبقى درجه حرارته من 30 لحد 180 فهرنهايت ولونه بيبقى ريد. النوع الاخير اسمه نيوبرين او نيوبرين، ده بيستخدم مع اللو تمبريتشر سواء اذا كانت ووتر او اويل بيز مد من سالب 30 لحد 170 ولونه بيبقى جرين. خلاص كده يا جماعه؟ طيب بنقول بقى الانيولار ديزاين، ناخد بالنا من النقطه دي. بنقول اهو ان هو الانيولار بشكل عام it is well pressure assist on closure and seal off. زي ما قلنا ان الانيولار بي او بي هو well bore assist، يعني ضغط البير بيساعد معاك ان انت تقفل باحكام على الدريل سترنج زي ما انت شايف كده. بنقول في بعض الاحيان لما تيجي تعمل انتجريتي تيست او بريشر تيست على الانيولار بي او بي ممكن يتني اليك مره او مرتين. ليه بقى حضرتك؟ لان الرابر بيحتاج يطبع على الماسوره، لان زي ما قلت لك كده، وبالذات لو الرابر جديد. لو عشان كده مثلا مش لو لقيته من اول مره تقول ريجكت، لا، مره واثنين وثلاثه وربما اربعه سيفرال تايمز لحد ما يهولد. ليه؟ لانه بيبقى لسه جديد فبيطبع على شكل الماسوره. خلاص؟ يبقى while testing the annular
It may need to pump up the pressure several times to let the backing unit take the shape of the pipe. خلاص لان لما تاخد شكل الايه الماسور. طيب من ضمن الاهميه اهم حاجه من استخدامات الانيولر بشكل عام يعني حاجه اسمها الاستريبنج. يعني لا قدر الله حضرتك طالع اوف بوتوم وانت طالع اوف بوتوم كده فجاه لقيت خدت كيك مثلا او خدت كيك وانت اوف بوتوم هتعمل ايه؟ مش عارف تنزل تسركله، فطبعا بتجري بسرعه تعمل شات ان وتيجي قافل البير وقافل الايه الانيولر بي او بي مثلا بتاعك. خلاص طيب عشان تعالج المشكله ديت بتيجي حضرتك حاطط اي بي او بي فوق وبادئ تنزل عامل حاجه اسمها ستريبنج، واخد بالك؟ وتعمل بقى بعد كده بليد يعني تستخدم بقى الايه اللي هي بتاعت الفوليومتريك ميثود او اللابريكيتد بليد، يعني تستخدم الميثود دي عشان تقتل البير بتاعك. طيب حضرتك هنا باختصار شديد انا اول ما قفلت دلوقتي انا عايز اعدي الماسوره. طب ما الماسوره دي لما تيجي تعدي لها تول جوينت، خلاص يعني مثلا ماسوره 3.5 لها تول جوينت مثلا 4.5 ولا حاجه، خلاص خد بالك انت. فال 4.5 دي هتعدي ازاي وانت في عندك حاجه قافلاها؟ مش هتعرف، هيبقى صعب جدا عليك. فبالتالي حضرتك هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ بنستعين هنا بقى بالانيولر ان هو بنخلي الريجوليتور بتاعه بالعافيه عامل كلوز، الحد الامن ان هو يعمل كلوز وفي نفس الوقت يعدي الماسوره. خد بالك من السؤال ده لانه بيجي في الامتحان، الحد الامن من ان انا يعني ايه هو ايه يقول لك ايه كميه البريشر اللي انا استخدمها؟ على سبيل المثال مثلا علشان او عاير الريجليتور عليه وانا بعمل ستريبنج بنقول الحد الامن اللي يقفل الباكنج اليمنت وما يخليش فيه هازارد في الاوبريشن يعني. طيب الحد الامن ده بعرفه منين؟ حضرتك دي الجدول اهو بتاع الكلوشر بريشر مع الويل بريشر. اول ما بقفل بيبقى ايه البريشر اللي بيأثر عندك؟ ها البريشر طبعا الدريل بايب بريشر، خلاص انت اوريدي مش من الانيولر ما بيقفلش على جوه الماسوره، بيقفل من بره الماسوره. وبالتالي البريشر اللي حضرتك لما بيحصل له ستابلايزيشن اللي انت بتسجله وتاخد منه القرايه اسمه الشوت ان كيسنج بريشر. يبقى حضرتك افتر ذا ستابلايزيشن اوف شوت ان كيسنج بريشر، وركز معايا في الحته دي قوي، ستارت تو ستريب انتو ذا هول. فبقول اللي ويل بريشر اللي هو برضه بسجله من الشوت ان كيسنج بريشر. بقول مثلا الشوت ان كيسنج بريشر وليكن 1000 وانا نازل بماسوره حجمها كام؟ وليكن مثلا الماسوره بتاعتي 3.5، يبقى باجي طالع على ال 1000 اهو، ادي ال 3.5 عندي اللي هي مثلا لونها بني، فبقول ان الحد الامن ان هو يكون الكلوزنج بريشر بتاعك يكون 400 مثلا بي اس اي لو انت كان معاك 1000 او اي حاجه. خلاص يبقى في غايه الاهميه يا جماعه نبقى فاهمين كام. طيب لو مثلا انت كان الويل بريشر بتاعك 1000 والمواسير بتاعتك مثلا كانت في رينج وليكن مثلا على سبيل المثال 2.3 مان، خد بالك ان ال 2.3 مان ده السايز قليل، السايز ايه؟ قليل، وبالتالي طالما السايز قليل هيحتاج بريشر اعلى عشان يقفل عليه، واخد بالك؟ لان طبعا ده بيبقى الحجم بتاعه عشان يقفل الرابر، يعني عشان الرابر ده يقفل عليه فبتحتاج بريشر اعلى. فادي ال 1000 بتاعك اهو، ادي يطلع لحد ال 2.3 مان، يجي لك هنا يبقى حوالي مثلا 700 ولا حاجه، خلاص؟ او 800 مثلا. يبقى ده بشكل عام الجدول اللي هو بيجي برضه كتير في الامتحان ويسالك في الاسئله ديت وناس كتير بتفقده. طيب من ضمن الاستريبنج اوبريشن، فطبعا انت بقى عشان تبقى قاعد شغال كل شويه بالريجوليتور، لا تفتح لا تعدي لا تقفل، يعني احيانا بيحصل الكلام ده طبعا لان البريشر بالذات في ظاهره الاستريبنج ممكن يعمل معاك مشكله. فلجانا لايه بقى؟ للسيستم ده ان هو البي او بي هيدروليك يونت بنسميها عندك اهو لونجست باكينج يونت. حضرتك اللونجست باكينج يونت لايف، المشكلة الاستريمنج يا جماعه ان هي ممكن بتخلي الرابر ده يتقطع، يعني مثلا بالكتير او 10 مواسير وتحتاج تغير رابر، او 10 طول جوينت يعدوا وتحتاج تغير رابر، خلاص؟ فدي مشكله كبيره، هتعمل ايه بقى في الكلام ده؟ فاحنا بنخلي حاجه بقى اوتوماتيك ان هي تشتغل اوتوماتيك يعني بالمنظر ده كده، واخد بالك؟ فبنقول اللونجست باكينج يونت لايف از اوبتيند باي ادجستنج ذا كلوزنج تشامبر بريشر just low enough to maintain a seal without any leakage at the tool joint as the tool joint passes through the unit the backing unit. معنى ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني حضرتك عشان يبقى في اطول فتره من الباكنج ويستحمل معاك مثلا عدد من المواسير، الحد الامن اللي ما يسمحش بان يحصل ليك اثناء مرور التول جوينت هو ده اللي بعاير بيه الريجوليتور بتاعك، خلاص؟
بنقول بيتر كنترول مي بي اتشيفد ويز ذا اديشن اوف سيرج ابسورفر اللي احنا بنقول عليه اسمه سيرج ابسورفر اهو اكومنيتور تو كلوزنج تو ذا كلوزنج تشامبر ودي حاجه اوتوماتيك اكتر عشان تعوض معاك. طيب بنقول بقى جايد لاينز تو ديترماين ذا انيشال كلوزنج بريشر فور ستريبنج اوبريشن. بقول على سبيل المثال لو انا عندي اهو الويل بير بتاعي كان 1000 بي اس اي بقى واقف هنا اهو بقول هنا اهو اللي هو الشوتنج كيسنج بريشر كانت 1000 انا شغال بمواسير كام مثلا واخد بالك انت بمواسير هنا المواسير مثلا 5 انش وانا شغال على الريتنج بتاعي مثلا اللي هو ال 5000 ده او 3 5 اللي هو السايز بتاعك بتاع الانيولر بتاعك يعني الانيولر ده سايزات مختلفه من الانيولر يعني فبقول السايز بتاعي مثلا وليكن كان هنا كان 9 من 9 لحد 13 5 8 من 3 5 كيف فبقول لو حصل عندي 1000 هنا بي اس اي بطلع بقول لو انا شغال بمواسير 5 انش هبقى محتاج ان انا اقفل عليها بما يعادل حوالي من 700 ل 800 بي اس اي انما لو كانت مواسير 3.5 هيبقى حوالي من 900 ل 1000 بي اس اي اهو زي ما انت شايف كده ده طلعناها بالمنظر ده من هنا. اتمنى يا رب نكون قدرنا النهارده نقدم درس بسيط عن الانيولار بي او بي. تحياتي ليكم واتمنى لكم يا رب التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.